جوائز الدولة، ده شيء مهم جدا، ده جزء من التقرير أو الكلام اللي أنا بتكلم فيه ده، هو حول التقرير اللي احنا كنا بنتفرج عليه من شوية. جوائز الدولة، ووزيرة الثقافة بتعلن القائمة النهائية للفائزين بجائزة النيل للمبدعين المصريين والعرب. معانا على التليفون الروائية الكاتبة نورة ناجي، جائزة الدولة التشجيعية عن المجموعة القصصية مثل الأفلام الساذجة. ازيك يا أستاذة نورة؟ ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا. ازاي الصحة؟ الحمد لله. نقول مبروك. الله يبارك فيك، ما شاء الله، مبروك مبروك مبروك. هل الموضوع كان متوقع بالنسبة لك؟ لا خالص، يعني أنا مخضوضة على فكرة لحد دلوقتي، باين على صوتي لحد دلوقتي. قولي لي إيه اللي حصل؟ يعني انا والله كنت نايمه، يعني كنت مخلصه شغلي ونايمه، وبعدين لقيت اصدقاء بقى صحفيين ثقافيين بيوصل لهم البيان وكده، فبعتوا لي بيتصلوا بيا ورا بعض، قلت اكيد في حاجه يعني مش ممكن، فقالوا لي بقى الخبر، يعني مش ما كنتش عارفه ارد. انا طبعا مبسوطه جدا جدا، يعني بص حضرتك الجائزه بتاعت الدوله برضو ليها طعم مختلف طبعا. يعني انا فزت بجوائز قبل كده وترشحت لكذا حاجه، بس فعلا الجائزه دي انا فعلا لحد دلوقتي مخضوضه والله. والله انا بقول لكم يا جماعه، جائزه الدوله تحديدا بيبقى لها طعم مختلف خالص، وتحس ان انت خدت بيها نوبل، يعني اللي هو تمام. صحيح. انا تمام، انا فرحان. طب سؤال، صحيح والله. ليه اتفاجئتي؟ انت كنت مرشحه، ما كانش جاي على بالك يعني. هي جائزه الدوله التشجيعيه مش بيبقوا قايلين فيها قائمه، يعني بيقولوا بس في التقديريه والتفوق والنيل، فانا ما يعني انا كنت مقدمه المجموعه وخلاص كده، ما كنتش مدركه يعني ان انا ممكن افوز، ما حسبتهاش خالص، ما كانتش في دماغي، كنت حاسه انها جائزه كبيره يعني، ومش عارفه بقى، ما توقعتش فعلا، بس مبسوطه جدا. الف 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 مبروك، عقبال بقى التقديريه باذن الله. ان شاء الله. باذن يا رب. الله. الف شكر ليكي الكاتبه والروائيه استاذه نوره ناجي، جائزه الدوله التشجيعيه عن مجموعتها القصصيه مثل الأفلام الساذجة.